ذكر أفشة، شفت مين أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفيتا كلوب اللي فاتت؟ قلت موسيماني أنا. لا يعني موسيماني طبعاً أدار المباراة بشكل يعني كويس لازم أديله بقى، لأن بعد الحرب اللي اتعرض عليها والراجل ده ما ينفعش، الراجل ده مش عارف إيه، الراجل. طب أنت بتشوف الكلام ده إزاي يا كابتن؟ يعني بتشوف الانتقادات دي إزاي؟ إنه ما ينفعش ومش فاهم هو بيعمل إيه، لا بيبدأ بده ليه، ما يبدأ بده، بتشوف ده إزاي؟ اسم الأهلي نادي كبير قوي. الاسم الأهلي كبير، النجاحات والطموحات بتاعت المؤسسه كلها اكبر من اي شيء في الدنيا. عايشين احنا كلنا عليه في جميع اللعبات على فكره، مش كره قدم بس. يعني مؤسسه بتشتغل تطوير ومبادئ وكل حاجه، يعني بتشتغل على كذا حاجه، بتشتغل على تناغم، يعني راحه نفسيه. حتى احنا كجميع اللعبات لما بتمشي في نادي مع بعض كده حافظين بعض، جود لك، نروح نتفرج على بعض، نروح نشجع بعض. مش حاجة أول لما يكون عندي ماتش بكرة في كرة الطايرة وأنا أروح أتفرج في وسط الناس، يعني مش لازم أتفرج على كرة بس. فعندنا حالة انتماء بتبقى تجاه الأهلي، تجاه التيشيرت الأحمر، حب، مش عايز أي غلطة، مش عايز إنك تحس إن أنت خايف على الفريق، عايز تبقى دايما مطمن من المدير الفني، من اللعيبة، إن كله أداؤه 100%. يعني الحمد لله ربنا بيكرمنا عشان إحنا كلنا واحدة واحدة. يعني كلنا بنتمنى خير لبعض. أي عنصر بيبقى نص نص ما فيش، ما بتلاقيهوش. ما قلتليش بقى برضو مين أفضل لاعب في المباراة دي من وجهة يعني نظرك؟ في لعيبة كتير كانت في المباراة كويسة. محمد شريف كان كويس، ومجدي أفشة كان كويس، بس أنا الفرقة كلها كانت فايقة، كانت فرقة كويسة. ده تلاقي بنون هادي وبيدي ثقة للعيبة اللي قدامه. الدنيا كلها على طول أيمن أشرف الحقيقة، اللي عنده جرأة وعنده رؤية في الملعب، ما في أي منطقة بيلعب فيها. ففي كذا لعيب عندك. يعني يوم الاستوديو قلت محمد مجدي قفشة، يعني دخوله في الهدف الثاني والمراوغة والتسديدة، وكان رايح يجيب جون ثاني وثالث في المباراة. يعني كان عنده تحرر وحرية كبيرة جدا، على طول حطت لنا ثقة ان في اي وقت ممكن الاهلي يبقى موجود الناحيه الثانيه، اذا كان من تمريرات او من تحركات ليه وبيستلم الكوره. فانا اديت مجدي قفشه